من عيدن. صباح الخير من تركيا، من مدينة إسطنبول. بداية أسبوع جديد وعادت الحياة من جديد إلى هذه المدينة بعد عطلة أسبوع كانت حامية بمهرجانين لتحالف الشعب ولتحالف الجمهور يومي السبت والأحد. أسبوع واحد فاصل وحاسم عن موعد الاستحقاق الانتخابي، حيث تتجه كل أنظار العالم إلى تركيا وإلى نتائج هذه الانتخابات. إذن ما بين الضفتين اقتربت ساعة الاختيار، إنها الرحلة الأخيرة ومسار الجهود الحاسمة نحو تحديد وجهة المئوية الجديدة. أيام قليلة تحسم خلالها الموازين، وللأحزاب غير التقليدية كلمة فيها. ما بين التحالفين الرئاسيين، من يكسب معركة الحشد؟ ولمن يسلم الأتراك دفة القيادة؟ أهلا بكم إلى تركيا بوسفور الانتخابات، ونرحب بضيفنا في هذه الساعة المرشح عن حزب السعادة الأستاذ مصطفى كايا. صباح الخير جونايدن، أهلا بك أستاذ مصطفى. سأبدأ معكم يعني من حزب السعادة، وهو حزب ينضوي ضمن تحالف المعارضة، وأيضا أنتم تأسستم منذ عام 2001 الرؤية التقليدية، يعني امتداد للرؤية التقليدية لنجم الدين أوربكان بخلفيتكم وإيديولوجياتكم المحافظة. لماذا اخترتم في هذه الانتخابات الانضواء تحت تحالف الشعب المعارض؟ في البداية أود أن أشكركم على الاستضافة وأحيي جميع المشاهدين الكرام. نحن قد تم إنشاء حزبنا في 2001، ولكن قبل ذلك نحن بدأنا بمسيرتنا في 69، حيث بدأنا بحزب السلامة، ثم بعد ذلك كان متوافقا مع حزب الشعب الجمهوري آنذاك، مع أنه كان حزبا محافظا وكان متحالفا معنا مع هذا الحزب. وبالتالي فإن انضمامنا لهذا التحالف في هذا اليوم ليس أول مرة يحصل هذا الأمر، لقد حصل في التاريخ الماضي. وكما تعلم هناك تحالفات حدثت في السابق، نحن لم نستطع أن نكون على رأس هذه البلاد لوحدنا كحزب، وبالتالي كنا متحالفين مع الأحزاب الأخرى قبل أعوام 80، وكذلك في عام 97 و96 كنا مع تانسو تشيلر، تحالفنا معها، وبعد ذلك نحن الآن متحالفون مع هذا التحالف أو الطاولة السداسية. وبالتالي فإنه لا أرى هذا الأمر صحيحا، نحن لسنا أول مرة نتحالف في الواقع. لستم أول مرة، ولكن في أسئلة كثيرة بالنسبة لكم لحزب الديمقراطية والتقدم وكذلك حزب المستقبل برئاسة أحمد داود أوغلو. أين تختلفون وأين تتقاطعون مع حزب، يعني مع تحالف الشعب الجمهوري، مع حزب الشعب الجمهوري، مع الحزب الجيد، مع هذه الطاولة السداسية؟ أم نتحدث عن رؤية واحدة للحكم بالنسبة لكم وموحدة؟ في الواقع من الواضح أننا لسنا متحالفين معهم أو لسنا على نفس الرؤية تماما، لا يمكن أن نقول هذا الأمر. لا، لكل حزب في هذا التحالف برامج مختلفة عن الأحزاب الأخرى، ونحن الأمر الذي نود أن نشرحه للناخبين أولا أنه يجب علينا أن نتحالف مع هذا التحالف بسبب الظروف التي يمر بها البلاد، وبالتالي فإنه ليس من الصحيح أن نشبه حزب السعادة بحزب الشعب الجمهوري، هذا ليس على خارطة الطريق لدينا. نحن اتفقنا على أمور عدة في هذا التحالف. الأمر الأول وهو أننا سوف نشكل خارطة الطريق لكي نخدم المجتمع، وفي بداية هذا الأمر سوف يكون الانتقال إلى النظام البرلماني المعزز. والأمر الآخر هو أننا لدينا برامج للحكومة تتشكل من أكثر من 240 صفحة، هناك وعود وبرامج خاصة قد شاركناها مع المواطنين. لقد اتفقنا مع الأحزاب الستة على هذه الأمور، ونحن لا نريد أن نكون متشابهين مع الأحزاب الأخرى، بل نحن على اتفاق من أجل منافع هذا الشعب، سواء مع باباجان أو مع داود أوغلو وغيره.
وغير ذلك. كانوا هم أيضا إلى جانبنا في انتخابات 2018، وكانوا قبل ذلك مع حزب العدالة والتنمية، ولكن رجعوا عن هذا الخطأ. عقدتم عدة لقاءات قبل اتخاذكم قرار التحالف مع تحالف الشعب اللامعارض مع حزب العدالة والتنمية، يعني رئاسة حزبكم أيضا مع الرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية، كان في توقعات بأنكم قد تذهبون إلى التحالف مع حزب العدالة والتنمية، ما الذي حصل أستاذ مصطفى؟ أكثر فسر لنا يمكن هذه الجزئية. أشكرك. طبعا أنا أملي بصورة تشكر ذلك. نعم، في الواقع السؤال مهم، أشكركم على ذلك. في عام 2021 زار الرئيس حزبنا السيد رجب طيب أردوغان، وفي خلال هذه الزيارة، حيث هذه الزيارة معروفة لدى المجتمع، في تلك الزيارة قد نقل رئيس حزبنا الأمور التي يدعمها هذا الحزب، وكذلك الأمور التي ينزعج منها، وأوضح له بعض الأمور التي يجب أن يتم إصلاحها، وكذلك فيما يتعلق بالتخالفات المخالفات للديمقراطية، وكذلك نهاية الأزمات التي نعيشها سوف تودي بنا إلى الهاوية، وأوضح له هذه الأمور بشكل مفصل. ولكن في مقابل ذلك كان رد رئيس الجمهورية علينا هو أنه نحن فقط مخطئون فيما يتعلق بنسبة الانتخاب فقط، لأن رئاسة الجمهورية لا يتم إلا بالانتخاب بالحصول على 51% من الأصوات على الأقل. وبالتالي كما تعلمون هناك فاروق تشيليك الذي قد عمل في حزب العدالة والتنمية، وكان يريد أن يخفض هذه النسبة إلى 40%. نحن لا ننظر إلى هذا الأمر من الناحية الخاطئة. البعض قد يعتقدون بأننا أعداء لحزب العدالة والتنمية وأعداء لرجب طيب أردوغان، ولكن على العكس تماما، نحن منافسون له ولسنا أعداء. نحن نعلم أن هؤلاء جميعا أبناء هذا البلد، ولكن نحن نشير إلى أخطائهم ونشرح لهم ذلك، وبأن هذه الأخطاء تضر بالمجتمع مع التركي، وبالتالي فنحن عازمون على حل هذه المشاكل وتجاوز هذه العقبات. ولكن أستاذ مصطفى، بالمقابل يعني بعد فشل يمكن القول وعدم التوافق بينكم وبين حزب العدالة والتنمية، خرج الطرف الآخر وقال أنتم طلبتم بحصة 10 نواب في البرلمان، وهذا لم يقبله حزب العدالة والتنمية، صحيح؟ أم صحح لنا المعلومة؟ لا، هذا الأمر خاطئ. نحن لم ننتقل إلى هذا الموضوع أصلا، لم نتناقش عن هذه الأمور أصلا. في الواقع نحن فقط نقلنا مخاوفنا حول الأزمات التي تمر بها مجتمعنا، وبحثنا عن طرق الحل. ليست لدينا طلبات بالمقاعد في البرلمان، وإذا كانت لدينا طلبات حول هذا الأمر، حول المقاعد في البرلمان، فإن حزب العدالة والتنمية يمكنه خوض الانتخابات بمقاعد أكثر في الواقع. ونحن مشكلتنا ليست في المقاعد، وإنما مشكلتنا الرئيسية هو إنشاء مفهوم يحل هذه المشاكل التي تعترض تركيا بشكل عام، ثم بعد ذلك الانتخابات قال إلى زيادة عدد المقاعد. نحن لدينا مساومة في هذا الموضوع، لم نأخذ السياسة بطريقة المساومة، ولكن على طريقة المبدأ. فكرة بشكل واضح، ولكن هذه وفق يعني المعطيات وما قرأناه مؤخرا في الصحف التركية تحديدا أستاذ مصطفى، ومن هنا كان انطلاق السؤال لي. سأتحدث أكثر عن برنامجكم الانتخابي، عن عدد مرشحينكم، عن حظوظكم أيضا في هذه الانتخابات، ولكن اسمح لنا أن نذهب بجولة على أبرز الأخبار والتطورات المتعلقة بهذا الاستحقاق الجد التنافسي والمحموم قبل أيام فقط، تفصلنا عن يوم الأحد المقبل. إذا اختتمت عملية التصويت في الانتخابات التركية في دول عديدة مع اقتراب موعد الاقتراع
داخل الأراضي التركية، وأغلقت صناديق الاقتراع في السفارات والقنصليات العامة في كل من باكستان وكازاخستان وأوزبكستان وأذربيجان وروسيا وإيران، وكذلك في فنلندا ولتوانيا وأستونيا ومقدونيا وألبانيا وكوسوفو. كما اختتمت عملية التصويت في البوسنة والهرسك والجبل الأسود وصربيا وبريطانيا. ومن المقرر أن تختتم انتخابات الخارج غدا الاثنين، فيما تستمر عملية الاقتراع عند المعابر الحدودية وفي المطارات حتى مساء 14 من هذا الشهر. اتهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو وزير الداخلية سليمان سويلو بالافتراء في اتهامه بترتيب الهجوم على حفل أردروم. جاء ذلك ردا على قول سويلو إن إمام أوغلو قام بترتيب الهجمات على مؤتمره متوعدا بكشف ملابسات الحادثة، وقد تعرضت حافلة كان رئيس بلدية إسطنبول يلقي خطابه من على سطحها للرمي بالحجارة من قبل مجموعة من الشبان أمس، فيما تناقلت المواقع المحلية مشاهد لفض المجموعات التي قالت إنها تقف وراء الحادثة. بدوره جدد رئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهام مرشح تحالف الشعب كمال كليتشدار أوغلو بمقابلة شخصيات لم يسمها في الولايات المتحدة. إعلان أردوغان جاء في تجمع انتخابي تخلله افتتاح المرحلة الأولى من حديقة الشعب في موقع مطار أتاتورك بمشاركة 1,700,000 شخص بحسب الرقم الذي أعلنه الرئيس التركي. وأضاف أردوغان أن تركيا سترتقي بصناعاتها الدفاعية، كما أعلن أن حكومته تخطط لتنفيذ مشروع في إسطنبول يحمل اسم مشروع نفق إسطنبول الكبير، ليكون النفق الثالث الذي يربط شطري مضيق البوسفور تحت البحر. أعود إليك أستاذ مصطفى، وانطلاقا من مجمل هذه الأحداث وهذه الأخبار، اختتمت بالعديد من الدول اقتراع المغتربين والأتراك الذين هم يقطنون خارج تركيا، أعداد كبيرة مقارنة بالأعوام والاستحقاقات الماضية، كيف تقرؤونه؟ هو المزاج بالنسبة للمواطن التركي المتواجد خارج تركيا إلى من يميل هذه المرة، لأنه في تحالفات جديدة؟ خاصة في هذه الانتخابات فإنني أعتقد بأنها سوف تتغير الأمور فيما يتعلق بالناخبي الخارج. لقد عشنا كما تعلمون أمور عدة مثل الجائحة وغيرها في السنوات الماضية. هناك أمور مهمة بالنسبة للناس، الحرية وحرية التعبير وكذلك الأمان، هذه الأمور مهمة بالنسبة للناخبين، وبالتالي فإن الناخبين يريدون دائما الحصول على الأمن والحرية، ولكن في مقابل ذلك الناس يودون أن يعيشون. وبالتالي فإنني أظن بأنه سوف تكون هناك تغييرات في الأصوات وفي الناخبين في الخارج، سواء في ألمانيا وغير ذلك. لقد اجتمعت بالكثير من الناس هناك، واجتمعنا بناخبي الخارج في الأيام الماضية. في السابق كان يرجحون الحزب الحاكم، ولكن أعتقد بأن الأمر سيتغير في هذه السنة. هل لديكم تعقيب على ما تعرض له رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو؟ ويتحدث الرئيس أردوغان يعني في مقاربة بالأمس الكثير يعني من المقارنات بالتحشيد والحشود التي كانت متواجدة في مدينة إسطنبول يومي السبت بالنسبة لتحالف الشعب المعارض ولتحالف الجمهور يوم الأحد. هل لهذا المشهد أي عوامل أو أي تأثير على مزاج الناخب التركي أو على نتائج الانتخابات وما سيقترعه وما سيصوت له الناخب التركي يوم الأحد؟ بالنسبة للتجمعات السياسية مهمة في تركيا، وهذا الأمر يهتم به المواطنين، ولكن الرقم المعلن عنه 1,700,000 لا أعتقد بأنه رقم صحيح يجب مراجعته، وإنما هذا الرقم معلن من قبل حزب العدالة والتنمية أعتقد أنه غير صحيح. لقد قمنا بأيضا تجمع سياسي في يوم السبت، ورأينا بأن الناس
الناس عازمون على التغيير وبأن هذا الحزب الحاكم سوف ينتهي في الانتخابات المقبلة. هناك استطلاعات للرأي وأنا كنت في الميادين منذ 21 يوما، لقد التقيت بمئات والآلاف من الأشخاص، كل الأماكن التي أذهب إليها سواء رجالا ونساء وشبابا وصغارا تحدثت معهم كلهم، وأود القول بأنه هناك لم أرى شخصا يقول بأنني لم أكن أصوت لحزب العدالة والتنمية والآن سوف أصوت له، لم يقل أحد هذا الأمر، ولكن رأيت المئات منهم يقولون كنت أصوت لحزب العدالة والآن سأصوت لحزب المعارضة. بالتالي يمكن القول بأن الانتخابات سوف تتغير. أنتم متفائلون جدا بالأيام الأخيرة، نتحدث يعني فقط 6 أيام عن يوم الأحد. نعم، نحن المجتمع هو المتفائل في الواقع وهو الذي ينتظر التغيير. إن المجتمع الذي زرناه والناس الذين زرناهم هم يقولون هذا الأمر، وكما تعلمون سواء داخل تركيا أو خارج تركيا فليعلم الجميع أن تركيا ذاهبة إلى التغيير. في 14 مايو عليكم تسجلوا هذا الأمر وسوف نلتقي بكم بعد 14 مايو. سأتحدث أيضا بالتفصيل لماذا هذا التفاؤل وفق أي منطلقات أستاذ مصطفى، ولكن اسمح لي أن أذهب أيضا لأفهم أيضا أجواء تفضل. فيما يتعلق بأكرم إمام أغلو أود القول بأن السياسة في تركيا تم استقطابها بشكل كبير، وهناك يستخدم لغة الاحتقار وغير ذلك، وهذا الأمر خاطئ ونحن لا نقبل بهذا الأمر بتاتا. إن الانتخابات يجب أن تتم في وسط ديمقراطي وفي إرادة الشعب. المسار الديمقراطي في تركيا بالطبع لدينا مخاوف في هذا الأمر، علينا أن نقوم بتغيير هذا الأمر، نخطو الخطوات من أجل التغيير، وبالتالي فإن تحالف الشعب يفتح الطريق أمام هذا التغيير وهو الذي أمامه الحظوظ. لقد قلتم بأن سليمان سويلو قد قام ببعض الأمور فيما يتعلق بهذه الهجمة. كما تعلمون أن سليمان سويلو وزير الداخلية لهذه البلاد وهو مسؤول عن أمان جميع المواطنين بدون تفرقة بينهم في مذاهبهم، وإن الأمان في التجمعات الانتخابية من مسؤولياته، فكيف يتغاضى عن هذا الأمر الموجود والأمر الحاصل في بالأمس والهجمة التي حصلت رميا بالحجارة؟ كيف يمكنه أن يقوم بإخفاض في الأمان بالنسبة للمواطنين الموجودين هناك والحاضرين لهذا التجمع السياسي لأكرم إمام أغلو؟ علينا نفهم هذا الأمر جيدا، على الجميع أن يعبر عن رأيه بشكل حر ويذهب إلى الصناديق الاقتصادية صناديق الاقتراع، وإن الاستقطاب أمر لا نقبل به أبدا. 85 مليون نسمة في بلادنا وكلهم لا يمكن أن نفرق بين بعضهم البعض، إن الجميع سواسية، على الجميع أن يكون حرا في التعبير عن رأيهم. بالطبع هناك من سيعطون رأيا أو يصوتون لحزب الحاكم أو هذا الحزب، ولكن لن يخسر الجميع. سيد مصطفى، نستكمل بالتأكيد النقاش معك وندعوك للبقاء معنا، ولكن نذهب إلى جولة على أبرز التطورات والحملات الانتخابية التي تطلعنا عليها موفدة الميادين فرح عمر من منسة تحديدا، وكذلك الزميل حسين السيد موفد الميادين معنا هو من شرناق. أبدأ معك من منسة فرح، صباح الخير وأهلا بك. المنافسة الانتخابية في هذه الولاية، لمن يمكن القول الحضور الأقوى؟
نعم وفاء، صباح الخير لك ولضيفك ولجميع المشاهدين. جولتنا مستمرة في منطقة بحر إيجة، واليوم وجهتنا هي ولاية منسة. هذه الولاية التي تعتبر منقلا للحضارات التاريخية من الإغريقية والرومانية والعثمانية، وليست معقلا لأي حزب على عكس الولايات الأخرى التي قمنا بجولة بها في منطقة بحر إيجة، لأن المنافسة محتدمة فيها بشكل كبير. جميع الأحزاب الأساسية التي تخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة لها مقاعد في هذه المدينة وتسعى للحفاظ عليها ولزيادة رصيدها في البرلمان. في هذه الولاية 10 مقاعد مخصصة لها في البرلمان التركي. في عام 2018 استطاع حزب العدالة والتنمية الحصول على 5 مقاعد فيها من أصل 10، ومقعد واحد لحليفه الحركة القومية مقابل 3 مقاعد لحزب الشعب الجمهوري ومقعد لحليفه حزب الجيد آنذاك. وبالتالي يكون تحالف الجمهور حينها الذي يضم حزب العدالة والتنمية والحركة القومية قد حاز على أعلى نسبة أصوات بلغت 51%، وحصل خلالها على 6 مقاعد نيابية مقابل 4 مقاعد لتحالف الأمة الذي يضم حينها حزب الشعب الجمهوري وحزبي الجيد والسعادة. بطبيعة الحال هذه الأرقام تتبدل في هذه الانتخابات لأن التحالفات تغيرت. حزبي الشعب الجمهوري والجيد اللذان خاضا الانتخابات البرلمانية بقوائم يعني مع بعضهما البعض في الانتخابات البرلمانية الماضية، يخوض كل منهما الانتخابات البرلمانية المقبلة بقوائم منفصلة. حزب الشعب الجمهوري يتحالف مع أحزاب السعادة والمستقبل والديمقراطية والتقدم في الانتخابات البرلمانية، في مقابل حزب الجيد يخوض الانتخابات منفصلا بقوائم برلمانية منفصلة. كذلك حزب العدالة والتنمية يعني تحالف مع بعض الأحزاب الصغيرة وانفصل عن حليفه الحركة القومية في الانتخابات البرلمانية الأخير الذي يخوض أيضا الانتخابات بشكل منفصل. وبالتالي تتركز المنافسة بشكل أساسي بين حزبي الشعب الجمهوري والعدالة والتنمية اللذان لهما لكل منهما مرشح رئاسي يسعى كل منهما إلى الحفاظ أو زيادة رصيده البرلماني والحصول على أغلبية برلمانية. وفي المقابل أيضا تشتد المنافسة بين حزبي الجيد والحركة القومية باعتبار أن هذه المنطقة فيها حضور كبير للقوميين، وكل منهما يحاول استقطاب أكبر عدد ممكن من الأصوات القومية، وذلك من أجل فرض نفسها على أنه الحزب القومي الأول فيها. بطبيعة الحال هذه التحالفات سيكون لها تأثير مباشر على النتائج، وخصوصا التحالفات التي يعني شكلت نوعا من الاضطراب أو ممكن أن تكون أيضا نوعا من الإيجابية بحسب الاحتمالات المفروضة على الانتخابات البرلمانية، من ناحية تحالفات حزب الشعب الجمهوري مع حزبي أحزاب المستقبل وحزب الديمقراطية والتقدم، وإذا ما كان هذا التحالف سيكون سلبا أم إيجابا عليهما في الانتخابات المقبلة. وفاء، وهذه جزئية مهمة أطرحها على ضيفي فرح وأنقلها إليه. سيد مصطفى، إلى أي مدى هذا التحالف سينعكس إيجابا بالنسبة، أتحدث برلمانيا، أنتم خضتم لسنوات عديدة غمار المنافسة ولكن تمكنتم عام 2018 من الحصول على مقعدين. تحالفكم مع حزب الشعب الجمهوري والانضواء وكذلك يعني بهذا التكتل، لأنه في أحزاب قررت أن تدخل منفردة مثل حزب الجيد بقوائمه في البرلمان، أنتم ما هي حظوظكم اليوم في هذه الانتخابات؟ في الواقع إننا حظوظنا في الواقع هو إنشاء أو مجموعة في مقاعد في البرلمان، وبالتالي عندما نقوم بإنشاء هذه المجموعة فإنه يمكننا أن ندعم أعمال البرلمان بشكل أكبر، وإن هدفنا هو الوصول إلى العدد الكافي من أجل إنشاء مجموعة حزبية في البرلمان، ونحن مقتنعون بأن لسنا بعيدون عن هذا الأمر. قبل قليل كنتم في مانيسا وقد أشارت بأن هناك 10 مقاعد وكانت 5 منها لحزب العدالة والتنمية و3 لحزب الشعب الجمهوري. لكي يفهم المشاهدون الكرام سوف أشرح هذا الأمر. في 2022 تغيرت نظام الانتخابات في تركيا، وقبل ذلك كان هناك الأصوات الزائدة، والأصوات الزائدة للأحزاب التي تكون داخل تحالفات يمكنها أن تضيف هذه الأصوات إلى
الأحزاب الأخرى الموجودة في داخل التحالف، وبالتالي فإن حزب العدالة والتنمية غير هذا النظام لكي يدخل الأحزاب بشكل منفصل حتى لو كان داخل التحالف، وبالتالي حتى لو بس فقط للتوضيح للمشاهدين، العتبة الانتخابية باتت مفروضة على كل حزب وليس على التحالف، وهذا أمر أصعب بالنسبة للأحزاب الصغيرة أستاذ مصطفى، صحيح؟ نعم، هذا الأمر يؤثر على الأحزاب الصغيرة، وبالتالي دخلنا مع حزب الشعب الجمهوري. هذا هو كان العمل الأساسي بالنسبة لكم، تغيير القانون الانتخابي. نعم بالطبع، كان هو العمل الأساسي هو تغيير في قانون الانتخابات. حزب العدالة والتنمية قالت بأن هؤلاء لا يمكنهم أن يجتمعوا معا، وبالتالي سوف أصدر هذا القانون، ولكن نحن نجحنا بأن نكون معا وتحالفنا معا، وبالتالي نحن سوف نجمع المزيد من الأصوات. سأعرف منك أكثر، كم عدد المرشحين بالنسبة لكم، وكم يعني تتوقعون أن تحصدوا عدد مقاعد؟ أنا سأعود إليك، ولكن لأنه سنذهب إلى شرناق الآن لنرى الحملات الانتخابية لدى الزميل حسين السيد. أيضا حسين، أنت في منطقة يمكن أن يقال بأنها تبحث عن الاستقرار، وهي منطقة تشهد عمليات عسكرية مستمرة ما بين يعني حزب العمال الكردستاني والجيش التركي، كيف تبحث عن الاستقرار في ظل هذه المعارك المستمرة تحديدا حسين؟ وماذا تعني لها هذه الانتخابات؟ نعم وفاء، يعني نعم، دعينا ننقل لكم الصورة هنا من شرناق. يعني شرناق عبارة عن ولاية جبلية تقريبا، يعني خلال طريقنا إلى هنا رصدنا على هذه الجبال يعني مغروسة بالمراكز العسكرية للجيش التركي، أيضا على مداخلها حواجز عسكرية كثيرة منتشرة للجيش التركي، المدرعات والآليات تسير في شوارع المدينة بشكل شبه يومي يعني وفي كل الأوقات. أيضا رصدنا على في طريقنا إلى هنا عناصر من الجيش التركي يجرون عمليات تمشيط للشوارع على جوانب الشوارع بحثا عن متفجرات ربما مزروعة هناك. لذلك هذا الصراع المستمر منذ ثمانينيات القرن الماضي بين حزب العمال الكردستاني وأيضا الجيش التركي لا تزال آثاره واضحة هنا في ولاية شرناق. نحن نتحدث، دعينا نتحدث عن آخر عملية عسكرية هي أطلقتها وزارة الداخلية هنا في شرناق بداية العام الحالي. قوات الدرك وقوات أمن الحدود أيضا يشاركون في هذه العملية. يقول البيان إنها تهدف لاجتثاث الإرهاب من هذه الولاية ومن الأراضي التركية. وإذا عدنا للعام الماضي كما نذكر، يعني كان الجيش التركي أطلق عملية المخلب السيف، وذلك ردا على التفجير الذي جرى في أحد شوارع اسطنبول، التفجير الذي أدى إلى يعني وفاة 6 أشخاص وجرح نحو 60 أو 80 شخصا. جاءت هذه العملية، يقول وزير الداخلية أو وزير الدفاع التركي الذي كان موجودا في شرناق حينها، قال إن هذه العملية تهدف إلى إغلاق الطريق على الإرهابيين الذين يريدون الدخول إلى الأراضي التركية، وأيضا اجتثاث الإرهاب من هذه الولاية ومن كل الأراضي التركية. يعني هذا الصراع المستمر منذ زمن بين الطرفين لا تزال أثره واضحة هنا في شرناق. العمليات العسكرية بين الحين والآخر، هناك بعض المناوشات وبعض الصراع يتم. أيضا عمليات الاعتقال، نتحدث عن 45 شخصا جرى اعتقالهم منذ يوم بتهمة التعامل مع الحزب العمال الكردستاني. لذلك هذه العمليات لا تزال مستمرة تسيطر على المشهد هنا. هذه المدينة التي تبحث عن السلام اليوم في ظل هذه الأمور تدخل الانتخابات والحملات الانتخابية للأحزاب المختلفة لتضع في رأس أولوياتها السلام لهذه المدينة. ستطلعنا بالتأكيد حسين، أنا لن أخذ منك كل الأجواء يعني في ساعة واحدة. نعم. لأنك ستبقى اليوم في شرناق، ستطلعنا في إطلالات لاحقة بطبيعة الحال على الأجواء الانتخابية، على شكل التحالفات هناك بالنسبة للأحزاب، سيما في ظل هذه الأجواء المتوترة والمستمرة. نعم.
والغير مستقرة كما ذكرت، نتحدث بالواقع الميداني. شكرا جزيلا لك حسين السيد، كنت معنا من شرناق، وننتظر منك المزيد فرح عمر بعد أن تتعرفي عن مانسا أيضا بوجهتها الحضرية الجمالية والسياحية كما عودتنا، وليس فقط بوجهتها الانتخابية. شكرا جزيلا لك أيضا فرح عمر، موفدة الميادين إلى مانسا في تركيا. أنتقل إليك أستاذ مصطفى، انطلاقا مما ذكره الزميل حسين السيد من شرناق، هذه المناطق تبحث عن الاستقرار، ماذا تعني نتائج الانتخابات بالنسبة لهذه العمليات المستمرة بين حزب العمال الكردستاني والجيش التركي، ويؤخذ أيضا على تحالفكم، لا أعلم إذا لديكم تعليق على هذه الجزئية، أنه مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو هو مدعوم من حزب الشعب الديمقراطي أو ما بات يعرف باليسار الأخضر، والبعض يتهمه بأنه هو جناح سياسي للبيكيكي. كيف تردون على هذه الانتقادات؟ شملي في الواقع أن محاربة الإرهاب في تركيا أمر يتعلق بالدولة وليس بالحكومة. إن الدولة سوف تستمر بمحاربة الإرهاب وليس الحزب الحاكم، وإنما هذا الأمر لا يمكن أن نتجاوز عنه أبدا ونتغاضى عنه. علينا أن نستمر بمحاربة الإرهاب. الأمر الآخر الذي يمكن أن أقول له إن هناك 6 ملايين شخص يصوتون لحزب الشعوب الديمقراطي، فعندما يسألوني الناس هذه الأسئلة عن حزب الشعوب الديمقراطي فإنني أقول إن جمهورية تركيا هي دولتنا، ونحن كما نرعى أنفسنا فإننا نرعى أيضا حزب الشعوب الديمقراطي والناس الذين يصوتون لهذا الحزب. إن هؤلاء الناس يصوتون لهذا الحزب الموجود في البرلمان، هناك ممثلون لهؤلاء الناس في البرلمان من حزب الشعب الديمقراطي وهم تابعون لجمهورية تركيا. أكبر الأحزاب في تركيا، يعني لا يمكن إغفال هذه النقطة الأساسية. نعم بالطبع، وبالتالي فإن جمهورية تركيا عليها أن تقبلها بشكل وتتخاطب معها وتتعامل معها بشكل رسمي، لأن هذا الحزب موجود بشكل رسمي في البرلمان. ولكن بالنسبة لمحاربة الإرهاب، وهذه القضية مهمة بالنسبة إلينا، نحن سوف نستمر بمحاربة الإرهاب، وهذه الأمور سوف تطرح في البرلمان، وما سيتم إقراره في البرلمان يتم تنفيذه على أرض الواقع. فإن الناس الموجودون هناك ينتظرون أمرا واحدا، وهي العدالة وتحقيق العدالة. إن الناس عندما ينتخبون شخصا ما فإنهم عليهم أن يكونوا يتقابلون بالعدالة في كل الأماكن التي يذهبون إليها. فهناك البعض من الناس عندما يذهبون ويريدون تحقيق أمر ما فإنهم قد يسألوا لهم عن أي حزب، وبحسب تابعيتهم للأحزاب فإنه يتم التعامل معه، وبالتالي فإننا سنغير هذا الأمر. لابد أن نكون سواسية وأن نتعامل مع جميع الأحزاب بنفس الطريقة وأن نبتعد عن الاستقطاب. أستاذ مصطفى كايا، كل ما أردنا أن نتحدث عن حزبكم أكثر، يعني في معطيات متلاحقة وكثيرة قبل أيام فقط من هذا الاستحقاق. أنا أعدك بعد الفاصل أن نتوقف مع تقرير أكثر يعرف المشاهد وكذلك متابعي الميادين على حزبكم وعن حظوظكم ومرشحينكم. فسنذهب إلى فاصل قصير، اسمح لنا مشاهدينا نذهب إلى هذا الفاصل القصير، من بعده نعود دائما إلى مدينة إسطنبول ومتابعة الميادين لهذه التغطية تركيا بوسفور الانتخابات. فلا تذهبوا بعيدا لو سمحتم.
جديد أهلا بكم في هذه الساعة وتغطيتنا المستمرة على شاشة الميادين تركيا بوسفور الانتخابات. نرحب بهذه الساعة ونجدد الترحيب بضيفنا الأستاذ مصطفى كايا المرشح عن حزب السعادة. نرحب أيضا بالزميل هادي حطيط الذي سيأخذنا بجولة على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الأونلاين. قبل أن نستأنف الحوار معهما سنذهب إلى جولة كالعادة. كيف واكب الإعلام التركي أجواء الأيام الأخيرة؟ نتحدث قبل الانتخابات بستة أيام عن مشروع النفق الثالث لإسطنبول تحت المضيق تحدثت صحيفة حريات ونقلت كلام أردوغان بشأن رفع أجور موظفي القطاع المدني وتوقفت عند كلام مرشح تحالف الشعب الذي قال عليكم أن توقفوا الذين يتحدثون بتكبر بإشارة بطبيعة الحال إلى منافسه الرئيس أردوغان. صحيفة مليات رأت أن مطار أتاتورك كان مسرحا للحظات تاريخية خلال فعالية حزب العدالة والتنمية. أما يعني شفق بدورها رأت أن إسطنبول كانت مسرحا لأكبر لقاء جماهيري في تاريخها حيث لم تنتهي توافد الألاف واحتشد 1,700,000 شخص. ونعود ونكرر أن هذا الرقم قد أدلى به وأكده الرئيس أردوغان أثناء إلقائه لخطابه وكلمته في هذا المهرجان الحاشد. صحيفة جمهوريات تحدثت عما سمته يوم عار على تركيا. ففيما كان أردوغان يقول في إسطنبول ماذا تفعل يا أكرم هناك؟ تعرض أكرم إمام أوغلو لهجوم وهو رئيس بلدية إسطنبول وأدى ذلك إلى إصابة بعض المواطنين الذين كانوا يحملون الرايات التركية. صحيفة سوزجو أيضا نقلت ما حدث مع إمام أوغلو وكتبت أن مجموعة من شباب حزبي الحركة القومية والدعوة الحرة رمت حافلة أكرم إمام أوغلو بالحجارة بينما كانت الشرطة تتفرج. صحيفة تركيا بدورها عنونت سطرت إسطنبول تاريخا ورأت أن تحالف الجمهور أظهر قوته بالحشود التي اجتمعت في مطار أتاتورك وهتفت للرئيس أردوغان. الختام مع صحيفة صباح التي عنونت إسطنبول بشارة النصر معتبرة أن الشعب الذي احتشد في مطار أتاتورك أظهر أنه سيحافظ على هذا الوطن والراية. أستاذ مصطفى أعود إليك انطلاقا من مجمل العناوين التي كانت بشكل بارز تعنون الحشد الذي تمكن من خلاله حزب العدالة والتنمية وتحالف الجمهور والرقم الذي قلت بأنه يشكك به 1,700,000. بالنسبة لكم سأعود إليكم، كم مرشح لديكم لهذه الانتخابات وما هي توقعاتكم؟ عام 2018 حصدتم مقعدين داخل البرلمان، الآن ما هي التوقعات بالنسبة لكم؟ وأين ثقل الانتخاب؟ أي مناطق لكم؟ نحن لدينا ثلاثة مرشحون في إسطنبول وهناك مرشح لدينا في أنقرة وهناك أيضا 24 في المجموع من المرشحين، ولكن نحن في الميادين سوف نناضل من أجل أن ينتصر حزب الشعب الجمهوري أو تحالف الشعب في هذه الانتخابات المقبلة. ولكن كما أشرت هناك 24 من المرشحين لدينا وهذا الأمر يتوقف على حصول حزب الشعب الجمهوري على المزيد من المقاعد في البرلمان وكذلك الحصول على مزيد من الأصوات. كما أفدتم كانت لدينا مقعدين في البرلمان في 2018، ولكن نحن سوف في الانتخابات المقبلة وفي البرلمان نحن هدفنا هو إنشاء مجموعة حزبية وكتلة حزبية في البرلمان وبإذن الله سوف نحقق هذا الأمر بعد 14 من مايو. ما هي هذه الأولويات بالنسبة لكم؟ قلت بأن رؤيتكم للحكم بطبيعة الحال في اختلافات داخل هذا التحالف، كل حزب لديه رؤية ولكن اجتمعتم على مشروع موحد وعدم الاستمرار بحكم الرجل الواحد الذي تقولون عنه حزب العدالة والتنمية ورئيس أردوغان. اليوم ما هي الأولويات بالنسبة لحزبكم وكيف تخاطبون المواطن التركي في أوراق أساسية يعني؟ فيما يتعلق ببرامج الانتخابية لحزبنا هي مثل البرامج الخاصة للأحزاب الأخرى داخل هذا التحالف، وكما أشرت اتفقنا مع في بعض الأمور مع هذه الأحزاب وعملنا لمدة سنة ونصف تقريبا واتفقنا على بعض الأمور. ونحن ليست لدينا سؤال بأنه من أين سنبدأ عندما نتسلم
تعلم السلطة في 15 مايو. لدينا برنامج متكامل وجهزنا كافة مشاريعنا سواء في القطاع الصحي أو في القطاع الاقتصادي وغير ذلك. كل الأجوبة على كل الأسئلة واضحة في هذا الأمر. وبالتالي فإن أولويتنا كحزب السعادة فإننا علينا أن نحقق العدالة في توزيع دخل الفرد في بالنسبة للاقتصاد في تركيا بعد تسلمنا للسلطة، وتغيير الاستراتيجيات الخاصة وإقامة علاقات جيدة سواء مع الغرب أو مع الشرق من أجل تحقيق قاعدة سياسية قوية في الخارج. هناك مع الأسف السياسة الخارجية تستمر على قناعات شخص واحد، إن رئيس الجمهورية يلتقي وكأنه يلتقي لوحده مع السيد بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وفي الواقع هذا الأمر لا يجب أن يكون كذلك. يجب أن يكون معه دبلوماسيين ويتكلم عن تركيا كاملا وليس عن شخص واحد. وبالتالي نحن نخالف هذا الأمر في كافة المجالات. سوف نكون نحقق العدالة. سأفصل هذه الجزئية لأنه لفتني أثناء تحضيري وتعرفي على خارطة التحالفات الانتخابية قبل قدومي إلى إسطنبول. حزب السعادة في عز الأزمة السورية عام 2012 قام بوفد وزيارة الرئيس بشار الأسد فيما يتعلق بالعلاقة مع سوريا. تربطكم علاقات مميزة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضا. سأعود إلى هذه الجزئية وكيف يعني علقتم على سياسات خاطئة للرئيس أردوغان بالانخراط في الصراع في سوريا، ولكن سأذهب إلى جولة وأعود إليك أستاذ مصطفى. هادي سنطلع منك على أبرز ما تم تداوله. أعتقد أن المهرجان الانتخابي الحاشد الذي حققته أو حققه حزب العدالة والتنمية وتحالف الجمهور كان الشغل كالصحف، يعني مثل المواقع التواصل، صحيح؟ بطبيعة الحال الحدثين البارزين أمس كانا التجمع الحاشد لأردوغان في إسطنبول وتعرض لحافلة أكرم إمام أوغلو في أرزروم. صباح الخير مشاهدينا. تناقلت حسابات التواصل التركية مشاهد الهجوم الذي تعرض له أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول وأحد أبرز أركان المعارضة خلال جولة انتخابية في أرزروم. إمام أوغلو كان يلقي خطابا على متن حافلة عندما تعرض للرشق بالحجارة من قبل معارضيه، وقد أصيب وهذه المشاهد للتراشق الذي حصل بين أنصاره وبين معارضيه، وقد أصيب بعض مرافقيه بجروح بينما تم إلغاء خطابه وسحبه من المنصة مباشرة، ثم غادرت الحافلة التجمع على عجل. هذا حصل في أردروم صحيح؟ في أردروم نعم. وفي وقت متأخر مساء أمس شارك إمام أوغلو مقطع فيديو قال فيه أنه لا علاقة لأصدقائي مواطني أرزروم بالأحداث، وتحدث عن طابور خامس كالعادة وأنه يتابع وضع المصابين عن كثب، وكان بعض مرافقيه أصيبوا بالحجارة. وكما نشر ليلا أكرم إمام أوغلو أيضا تجمعا لأنصاره في استقباله في إسطنبول، وعلق بفضل عشرات الآلاف من المواطنين الذين رحبوا بنا في إسطنبول جاء وقت التغيير. يا أخوتي ليس الذين يمسكون بالحجارة بل الذين يصنعون القلوب بأيديهم هم سينتصرون، لا تفقدوا الابتسامة والأمل. وكان إبراهيم كالين أحد أبرز مستشاري أردوغان رفض التعرض لإمام أوغلو ووصفه بالحادث غير المقبول، فيما قال وزير الداخلية سويلو إن إمام أوغلو قد يكون هو من استفز الجماهير. وهذا يعني موقف ملفت لوزير الداخلية، وهذا ما تأخذه عليه المعارضة بأنه هو لا يجب أن يكون كما قال أستاذ مصطفى قبل قليل هو القادر على حماية وتأمين هذه الأجواء الانتخابية والديمقراطية. لأنه قالوا أن الشرطة بقيت متفرجة أثناء تراشق الطرفين. يعني هناك المشاهد تظهر أن التراشق حصل بدون أي تدخل من ما يفترض أن يكون هناك أمن بطبيعة الحال في هذه المناطق. أما حسب بطبيعة الحال احتلت كذلك معركة الصور والأرقام بالنسبة للحشد الكبير الذي قام به أنصار أردوغان أمس في حديقة أتاتورك، الحيز الأكبر من التفاعلات خاصة بين أنصار حزب العدالة والتنمية والتحالف الجمهور. وقد شارك حزب العدالة والتنمية هذه الصور للحشود الجماهيرية. كذلك
تستمر معركة الصور، هذه مشاهد جوية للتجمع. وبطبيعة الحال الرئيس أردوغان يعتمد بشكل كبير على هذه الصور، لأنه كما يعني معروف بالسياسي المحنك والذي يتمتع بكاريزما سياسية كبيرة في حملات سابقة، ويمكن بهذه الدورة أكثر بوجه كليتشداروغلو. وألفت النظر إلى أنه حصل هناك اختلاف بشأن الأرقام كما أشرت، وهذا كل شيء اليوم. شكرا جزيلا لك هادي. أعود إليك أستاذ مصطفى، بالنسبة للسياسة الخارجية، ما هي مآخذكم؟ وكما ذكرت يعني تربطكم علاقات جيدة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع المحيط، بعز عام 2012 يعني كان في موقف للرئيس أردوغان بقطع العلاقات الدبلوماسية، انخراط دعم مجموعات مسلحة في الداخل السوري بوجه الجيش السوري، كنتم أنتم تقومون بزيارة للرئيس بشار الأسد. في 2012 زرنا بشار الأسد وقمنا بهذه الزيارة لأننا كنا نرى هذه الأيام التي تحصل الآن وما وصل إليه الحال في هذا اليوم. في ذلك اليوم توقعنا هذا الأمر، وبالتالي أردنا أن نتدخل في هذا الموضوع وأن نزور بشار الأسد. وبحسب المعطيات التي حصلنا عليها من بشار الأسد، وذهبنا إلى حزب العدالة والتنمية وقلنا لهم لا تفعلوا هذا الأمر ولا تقطعوا العلاقات حتى لا تصل الأمور إلى ما وصلت إليه الآن. كما تعلم هناك ثلاث مرات مرت بسوريا في عام 2000 من عام 2011 إلى عام 2015. مع الأسف الحكومة في تركيا قد نظرت بمنظار الولايات المتحدة الأمريكية لهذه المنطقة وبمنظار أوباما، وكأن بشار الأسد سوف يغادر هذه المنطقة، وبالتالي كانت سياساته خاطئة. وفي عام 2015 عندما ألقى أوباما خطابه وقال بأننا يمكن أن نعمل في سوريا مع روسيا وإيران، وعندما قال هذه الكلمة فإن تركيا قد استغربت هذا الموضوع، وبالتالي لم تستطع أن تتحكم في سياساتها فيما يتعلق بسوريا. وفي عام 2015 أيضا من أيلول 2015 كان بداية مرحلة فهم لهذه السياسة، ثم بعد ذلك بدء مرحلة أستانا. ومنذ ذلك الوقت فإن تركيا تحاول أن تغير في سياساتها فيما يتعلق بسوريا. هناك لاجئين الذين اقترب عددهم إلى 4 ملايين، وبالتالي تركيا الآن في معضلة فيما يتعلق بالقضية السورية، والجميع متأثرون سواء الغرب وتركيا وهذه المنطقة. نحن أمس كنا أمام محطة مهمة حتى بالنسبة للعالم العربي، عودة جامعة الدول العربية إلى سوريا واستعادة سوريا مقعدها في جامعة الدول العربية برؤية أنتم كنتم ترونها كما ذكرت منذ بداية الحرب. نعم بالطبع، كما أشرت نحن كنا متوقعين لهذا الأمر في البداية، ورأينا المشاكل التي تعترض هذه المنطقة. ومن أجل حل هذه المشاكل كنا أردنا أن نضع إرادة لحل هذه المشاكل في هذه المنطقة. فيما يتعلق بعلاقاتنا مع إيران، هناك 8 دول متطورة وإيران من هذه الدول، وبالتالي فإنه علينا أن تكون لدينا علاقات جيدة، وذلك نحن ننظر إليها من منظور أربكان المرحوم. هناك مشاريع أخرى ومشروع متعلق ويسمى بأوبيت باللغة التركية فيما يتعلق بمشروع الشرق الأوسط، ففي العراق وفي سوريا وفي تركيا، ويمكنكم أن تضيف إليها أيضا القضية الكردية. إنه مشروع لحل المشاكل في هذه المنطقة، ومن جهة أخرى اتفاق مع الدول الثمانية القوية لحل هذه المشاكل. ولكن سؤال، هل تحالف المعارضة مقتنع بهذه الرؤية التي أنتم مقتنعون بها وتطرحونها هكذا؟ نعم بالطبع، هذا المشروع هو مشروع حزب الشعب الجمهوري، وإن مشروع الشرق الأوسط وحل المشاكل في الشرق الأوسط هو مشروع حزب الشعب الجمهوري من أجل الاجتماع مع إيران والعراق وسوريا وحل المشاكل عبر الاجتماع والتحالف معها.
الجميع يريدون هذا الأمر، ولكن الغرب قد لا يريد هذا الأمر. ولكن هل قادرون على التحرر من هذه الإملاءات الغربية؟ اليوم الغرب يدعم مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو أكثر من ذلك، يقول أنا لست بحاجة إلى انقلابات هذه المرة بدعمي للمعارضة التركية. نحن علاقاتنا مع الغرب ليست من مفهوم قطع العلاقات، نحن نتحرك من مفهوم. هل أسألكم أن تركيا دولة، هل هي شرقية أم غربية؟ يمكنكم أن تقولوا نعم أو لا، هل هي شرقية أو غربية؟ وبالتالي فإن تركيا عليها أن تكون في المنتصف، عليها أن تحافظ على علاقاتها مع الشرق ومع الغرب في نفس الوقت. هناك 4.5 ملايين من الأشخاص أو الأتراك يعيشون في خارج تركيا في أوروبا، وبالتالي لا يمكننا قطع العلاقات مع الغرب أبدا. نحن نقول بأن تكون هذه العلاقات عادلة وعدتك قبل الفاصل بأن نتعرف أكثر على حزبكم في تقرير مفصل أعددناه سابقا أستاذ مصطفى، اسمح لنا نذهب إلى هذا التقرير لنتحدث عن هذا الحزب السياسي التركي الذي يسير على منهج زعيمه التاريخي كما ذكرنا نجم الدين أربكان، ويراهن على هذه الانتخابات لتعزيز موقعه في المشهد السياسي. فعلى ما يبنى فالمتابع. حزب السعادة آخر محطة من محطات أبو الإسلام السياسي في تركيا ومقارع العلمانية الشرس نجم الدين أربكان، الزعيم الذي استطاع من خلال طموحه وآماله تزعم المشهد السياسي في بلاده، حيث عاش الرجل بين الميدان مناضلا أو سجينا وبين المحراب داعية من أجل تركيا المسلمة. أبصر حزب السعادة النور في 20 يوليو/تموز عام 2001 ممثلاً أحد جناحي حزب الفضيلة المنحل بقرار من المحكمة الدستورية التركية. ففيما مثل الجناح التجديدي حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان، مثل حزب السعادة الرؤية التقليدية لأربكان، وأوكلت زعامة الحزب إلى رجاء قطان كأول رئيس له. يتبنى الحزب التوجه الإسلامي ويؤيد عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي مع الحرص على توسيع الحريات الديمقراطية من دون المساس بالمبادئ التي تقوم عليها الجمهورية التركية من علمانية ونظام جمهوري. ويعد حزب السعادة آخر الأحزاب المنبثقة عن تيار الإسلام السياسي التركي وأحدثها، أو ما يعرف بتيار ميلي جوروش، أي الرؤية الوطنية الذي أسسه نجم الدين أربكان عام 1969. في عام 2016 تم انتخاب تيميل كرامولا أوغلو رئيساً للحزب، وبعد فشله في معظم الانتخابات التي خاضها تمكن الحزب من الحصول على مقعدين في البرلمان التركي في عام 2018. اختار حزب السعادة أن يقف إلى جانب تحالف المعارضة الرئيس في تركيا وزعيم حزب الشعب الجمهوري العلماني المنتمي إلى يسار الوسط كمال كليتشدار أوغلو، مرشحا له لخوض الانتخابات الرئاسية في 14 أيار مايو لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان. من تسمية حزبكم السعادة نتمنى لكم أستاذ مصطفى كل التوفيق، أشكرك جزيل الشكر. إذا كان لديك كلمة أخيرة فقط لأنه انتهى الوقت. في البداية أود أن أشكركم على الاستضافة في هذا المنظر الجميل من إسطنبول، وقمنا بمشاركتكم بمعلوماتنا وتقييماتنا، وهذا الأمر يسرنا في الواقع. نحن دائما نقول بأن الديمقراطية في تركيا لابد أن تتحقق، وإن الإيمان بهذا الأمر ما زال موجودا لدى الناخبين، سوف يستمر هذا الأمر. هناك انتخابات أيضا سوف تأتي، ونحن كحزب السعادة سوف ننشئ هذه الديمقراطية، سوف نخوض هذه الانتخابات بقوة، ونحن جاهزون للعمل الجاهد. مرة أخرى تشكر يا درم سيد مصطفى كايا المرشح عن حزب السعادة، شكرا أيضا هادي من جديد. الشكر الأكبر لكم مشاهدينا الأكارم، سنترككم ونختم هذه التغطية بكواليس فريق الميادين المتواجد في مختلف أرجاء تركيا تحت عنوان تغطية تركيا بوسفور الانتخابات. في أمان الله.
تغطيتنا تركيا فوسفور الانتخابات. معنا حسين السيد من شارلي أوركا وفرع عمر من دنيزلي، وأيضا معنا عمر كايد من كارابوك. أهلا بكم جميعا. بالإضافة إلى فكرة الأونلاين مع زميل هذا الطيب، ودائما يفسد الفيديوهات المفرش حسن راضي وأوامر متعددة. تابعونا. الجو جميل أيضا هنا في مردين. Behind me is the historic Bosphorus Strait, a natural waterway that has been in the heart of Istanbul for centuries.